انا سميتي نجاة، عمري دابا 38، طالعه في 39، ساكنه في بني مكاده في ارض الدوله. قالت لك اودي نتوما ديروا الحلوه، وحتى الا بغيتوا ديروا قهوه حتى القهوه راه كتمشى. الحلم ديالي ماشي كبير، يعني عندي سحر تفريق، حيت انا كنت تخطبت وكنت يعني غادي نتزوج، وهذوك الناس يعني هما اللي الله يسامح لهم. كنت هنا خدامة في طنجة، جيت في تقريبا في 2003، جيت بقيت خدامة في شركات يعني من 2000 تقريبا، من 2006 وأنا كنعاني من واحد المشكل اللي ما كنتش عارفة شنو هو. كنت كنتبع عند أطباء نفسانيين، وأنا كيصحابني الأعصاب يعني كيهمد عليا الحال. كندوز واحد 6 شهور 7 شهور كنولي عاديه، ما كيبقاش يحرقني راسي، ما كيبقاش يجيوني وساوس، ما كيبقى كدوز واحد المده كيرجع ليا داك الشيء عاوتاني، كنرجع عند طبيب نفساني. كيجيني الخوف، كيضرني راسي، كنتعصب بزاف، كنحس براسي الحياه لا شيء. هكاك حتى وصلت 2018 غادي يجي عندي واحد السيده في الخدمه، شافتني ماشي في واحد الحاله ماشي هي هذيك، قالت لي يا نجاة انت عندك السحر، ربما هي عارفه اعراض ديال السحر. قالت لي عاودي لي شنو باش كتحسي. قلت لها باش كنحس. ما نكذبش عليكم، يعني ديك الساعه ما كنتش كندير الدره، ما كنتش يعني كنت كنلبس العصري، كنت كن بالحق تما يعني ملي قالت لي عندك السحر وخصك ضروري تبعي الرقيه. انا كنت كنصلي كنت، ولكن ما كنتش كنستر راسي، ما كنتش يعني كنت كنعري الشعر. قالت لي راه خصك ضروري تبعي الرقيه. قالت لي انا كنعرف واحد السيد كيدير الرقيه وغتمشي عنده، الا كان السحر راه غادي يبان، كانت شي حاجه اخرى غادي تعرف. مشيت معاها، فعلا بان عندي اعراض ديال السحر، يعني ديك الحاله اللي كنت فيها ما عمرني عرفت راسي في ديك الحاله، ما يعني كنحس براسي رجلي كيتحركوا بوحدهم، راسي كيتحرك بوحدو، يدي كتحرك بوحدها، كرشي كتنفخ وتفش. تما ديك السيد قال لي يا ودي راه عندك سحر، وهو يعني من خلال الايات اللي كيقرا عليا عرف شنو النوع ديال السحر اللي عندي. يعني عندي سحر تفريق، حيت انا كنت تخطبت وكنت يعني غادي نتزوج، وهذوك الناس يعني هما اللي الله يسامح لهم. المهم هذه دابا 3 سنين الحمد لله، من 2018 لحد الان حيت دواء الاعصاب، حيت كل شيء. دابا متبعه الرقيه والحمد لله، وكنلبس يعني كندير الحجاب والحمد لله. يعني خدامه، واخا هكاك يعني شي مره ما كنقدرش في الشركه، ما كنقدرش نوقف، حيت داك السحر كيضرني في صحتي بزاف، يعني كيعطيني الحريق في رجلي، كيعطيني الحريق في راسي. مشيت لدارنا، مشيت عند خوتي عام وانا جالسه، حيت كنا انا تكرفست هنايا، جلست شي ايام ما كنلقى حشتي يعني الحليب باش نشريه ما تلقاش. ملي مشيت لدارنا ولاد خويا يعني شافوا المعاناه ديالي، قالوا لي يا عمتي حنا غنحلوا لك قناه اطلسيه في الشمال، وشركي حياتك مع الناس لعل وعسى الناس يتعاطفوا معاك، الناس عاودي حاودي القصه ديالك، يعني الا لقيتي الا طلعت لك القناه احسن ليك، انت ما بقيتيش قادره، يعني هذا الشيء اللي فيك راه ما يخليكش يعني تزيدي تبقاي تضربي تماره في الشركه. ملي رجعت يعني ملي قربت باش نرجع كنفكر شنو خصني ندير. انا الشركه ما بقيتش قادره نمشي نخدم 8 السوايع وانا واقفه، ما كنقدرش نوقف. انا جايه وكنفكر شنو خصني ندير ملي غنرجع لطنجه، يعني راه عام ديال الكرا طالع عليا، غير هو باقي طالع عليا، غير هو مول الدار مسكين شاف ظروفي وتعاطف معايا، قال لي انا غادي نصبر عليك حتى تبداي تخدمي مزيان، عاد ديك الساعات بقاي تعطيني شويه بشويه. المهم فاش جيت لهنايا، جيت عمتي ساكنه حدا هنايا في الدرادب، وبنت عمتي كتقرا في الطبخ والحلويات،
وطرحت عليها فكره، قلت لها ودي انا بغيت ندير شي حاجه اللي ولو ندخل منها غير 50 درهم ما بقيتش قادره. قالت لي اه انا عندي فكره باش ندير شي حاجه. حتى هي مسكينه قرات وما خدماتش وكتخدم حتى هي غير في شركه الخياطه. قالت لي اها نديروا شي حاجه انا وياك. صافي هذيك هي فكرتنا. جينا ضربنا دور على الكورنيش، كتبان لينا واحد البنت من هذا المنبر كنشكرها بزاف، ماجده، اللي شفناها هزه الترموس. هي اول وحده شفتها هنايا بنت هزه الترموس ديال القهوه. عيطنا لها، وديك البنت من اطيب خلق الله. حتى هي مسكينه قريه ويعني كل واحد عنده ظروفه. قلت لها ودي حنا شنو بغينا نديرو، شنو بغينا نديرو، بغيناك تشجعينا وتعطينا افكار. قالت لك ودي نتوما ديروا الحلوه، وحتى الا بغيتوا ديروا قهوه حتى القهوه راه كتمشى. صافي يعني قلت لها واش ماشي مشكل، حيت انت دابا انت كسبتي كليان هنا في الطريق. وقالت لينا ماشي مشكل، يعني نتوما بحالي بحالكم، يعني الارزاق كل واحد والرزق ديالو. صافي هذيك هي جات هذيك الفكره. بدينا كنديروا الكنافه في الاول، الكنافه السوريه، والحمد لله الناس كيشوفونا يعني كتعجبهم، ويعني الطريقه باش كنقدموا للناس والطريقه باش يعني كندوزوا مع الكورنيش الناس كيعجبهم الحال. وتشجيعات يعني كتجينا بصراحه الرجال النساء بزاف بزاف، فرحوا بينا الناس بزاف. صافي يعني انا كنهز ترموس وبلاطو، وبنت عمتي كتهز بلاطو، والحمد لله. اقسم بالله الا كندخل لي كومونتير كنكون معصبه شويه، كنجي من الخدمه كندخل لي كومونتير كنقراهم باش كنفرح. وهذا فضل من عند الله، ودائما كنصلي وتندعي لله تنقول يا ربي يعني تجيب شي خبزه اللي تساعدني باش حتى انا طلع قناتي، باش حتى انا نرتاح، لان تعذبت راه ماشي سهله. دابا تقريبا 19 عام وانا كنضرب سماره، وعندي امي مراه كبيره انا اللي خدامه عليها. الله ياخذ الحق اللي كان سبب في هادشي كامل، لانني انا شحال من واحد كيتقدم ليا وبسبب داك السحر اللي كنا كنعاني منه. يعني تقدموا ليا الناس بزاف 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 للزواج، وداك السحر اللي عندي انا ما كنتش عارفه هو اللي كيدير ليا عكوسات باش ما نزوجش. والحمد لله الدعوات ديال الام ديالي مسكينه دائما تدعي معايا وتقول لي بنتي انا بغيتك غير نشوفك فرحانه ونشوفك دايره وليداتك. عمر شي واحد ما هز فيا العين، وعمر شي واحد ما قال لي كلمه خايبه، وعمر شي واحد كنجي في اي وقت، ما عمر شي واحد. دائما الدراري محترميني، كل شيء محترمني، والحمد لله هذا فضل من عند الله. ودائما تنصلي وتندعي وتنقول واحد النهار ربي غادي يفرحني، وربما هذا هو النهار اللي جا. وجاو عندي بزاف د الناس فرحوني، والحمد لله الحمد لله. يعني المنشور ديالي كل شيء تبارطاجا. كنشكر الناس كاع اللي ساهموا في هذا النشر اللي بارطاجا واللي صور، كنشكروا بزاف. واخا نعيا نشكر، راه كلمه شكر قليله في حقكم. الحلم ديالي ماشي كبير، الحلم ديالي هي ان المشروع ديالي نكبره. ما كرهتش ندير شي حاجه متنقله، انا بغيت ديال القهوه والحلويات ندير متنقله، وندير شي لبسه شي لباس خاص بيا، مثلا نكتب عليه السميه ديال ديك الحاجه اللي غادي مثلا انا كندير قهوه والكنافه، والحلم ديالي ندير الكنافه السوريه. يعني نكتب على ديك يعني مثلا كروسه او شي حاجه بحال هكا متنقل. كون كان عندي بيرمي علاش لا تكون شي طوموبيل هكا صغيره، ومثلا ويعني نختار البلاصه اللي غادي يكونوا فيها الناس، بحال دابا الكورنيش هنا في مرقاله بلاصه زوينه ما كرهتش. نعمل فيها قهوه، نعمل فيها كنافه. حلم ديالي هو هذا، كنتمنى يتحقق الحلم ديالي ونزيد القدام. وقناتي تطلع، بغيت الناس يعني
غير يدخلوا عندي القناة ويشجعوني، وكنطلب من القنوات اللي رغبتهم وبزاف القنوات اللي رغبتهم يدعموني في القناة ديالي، الله يجزيهم بالخير. أي واحد قدر يدعمني. رسالة ديالي للناس اللي كيدمروا خوتهم وكيتعدوا عليهم، الله يسمح ليهم. فكروا راه كاين واحد النهار راه غادي يهزوك ربعة وما عرفتيش المصير ديالك فين غادي. دمرتوني، خليتوني لا زواج لا مستقبل، ولكن الحمد لله ربي استجب لي الدعاء ديالي وجاب لي ناس اللي هما كيتعاطفوا معايا، والحمد لله وليت مقبوله عند الناس. كنجي مع الكورنيش كلشي ولات يقولها هي ها هي ها هي، الحمد لله ما كاينش مولات القهوه ومولات الحلو. والله القسم اقسم بالله اخويا، والبارح تعرضت لي واحد السيده شافتني وقالت لي تبارك الله عليك، وما كفاتهاش هذيك تبارك الله عليك وجات وبست لي راسي. عرفتي والله ما مش غنقول لك، الناس تعاطفوا معايا والناس دعوا معايا، والحمد لله الخدمه ديال الحلال ما كاين ما احسن منها. والله علاش انا ما فكرتش نمشي للزنقه؟ انا فيتا انا ما يمشي اللباس وكذا وهادي، و الا لبست وقديت انا راك غنبان شي حاجه، ولكن لا هذيك الطريق ما غتسلكش. ها انا اليوم مشيت لبست وقديت، مشيت جبت 2000 درهم وجيت، وملي غادي نجي نعس فاش غنفكر؟ درت مزيه، درت شي حاجه مزيانه مع الله. نصيحه ديالي للبنات اللي تيقولوا ما كايناش الخدمه باش نلتجئوا لطريق اخرى، لا كاين غير فكري وخدمي عقلك وفكري في الله، وفكري في واحد النهار راه غادي تموتي وغادي يجيوك افكار كيما جاوني افكار انا وبنت عمتي وحتى البنت الاخرى اللي دارت قهوه، حتى نتوما غيجيوكم افكار. وفكروا راه الدنيا حدها، احنا غير دايزين. هذه هي الرساله ديالي، فكروا ديروا اي حاجه والناس راه غيشجعوكم. والله القسم لقيت تشجيعات من الدراري من نسا من كل شيء. كنشكر طنجاوة، كنشكرهم بزاف بزاف، تعاطفوا معايا وكندوز ما كاين غير اختي 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 اختي، وهذا راه فضل من الله. ومن هذا المنبر غادي نشكر كوبل لالا العروسه ايمان وهشام، اللي صراحه اول قناه اللي تعاطفوا معايا، كنشكرهم بزاف بزاف. لان مشيت ودقيت عليهم في الطوموبيل، والناس بزاف اللي رغبوهم باش يدعموهم. الحق ملي شافني هز الطيرموس وهز بلاطو قال لمرتو هذه هي الاولى اللي خصنا ندعموها. كنشكرهم بزاف بزاف. كنشكر طنجاوه لان طنجاوه خوتي وحبابي، راه دوزت اكثر من عمري هنايا الحمد لله. يعني ربما وحتى دابا ما فقدش الامل ان واحد النهار انا يقدر نتزوج ندير وليدات، وكل شيء قريب، كل شيء قريب عند الله، كل شيء حتى حاجه ما بعيده. والحمد لله يا ربي كل شيء كيجي خطوه خطوه. انا تعذبت ولكن ربي ها هو كيجزي ما نسانيش، والحمد لله الحمد لله. كنشكر المغاربه كاملين، كنشكر طنجاوه، المغاربه كاملين كنشكرهم، لان ما كاينش والله القسم اخويا ما كاينش شي كومونتير اللي فيه شي كلمه خايبه. كومونتيرات كاملين الناس اللي بارطاجوني كندخل وكنقرا. الحمد لله ما كاين غير الدعاء، وما كاين غير الله يسهل عليها، وما كاين غير هذه هي السيده المكافحه. والحمد لله انا غادي نمشي في هالطريق، وغادي نمشي دائما في الطريق ديالكم اللي نتوما عجبكم الحال اللي درت هذا الشيء. وان شاء الله غادي نكون عند حسن الظن ديال المغاربه كاملين وديال المسلمين كاملين. كنشكر بزاف الناس اللي تعاطفوا معايا والناس اللي دعوا معايا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.